حول قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع. ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في شركة إكويتي جروب. رائد، أهلا بك. ما هي توقعات السوق حاليا بالنسبة لوتيرة التخارج من التيسير الكمي، وهل يعني قد يفاجئنا الفيدرالي بوتيرة أشد لمحاولة يعني دعم مصداقيته في مكافحة مستويات التضخم والتي ارتفعت بشكل أعلى بكثير مما توقعه الفيدرالي في الأشهر الأخيرة؟ يعني نحن ناصر أعتقد أن الفيدرال الأمريكي عبارات سوف تكون واضحة وبشكل كبير جدا أو متوقعة وبشكل كبير جدا. أولا أنه عدم التغيير هو وارد جدا بأن لا يكون هناك رفع أسعار الفائدة، وإنما أن ينوي قيام بعملية رفع أسعار الفائدة في العام القادم ومناقشتها في اجتماعه القادم. عملية رفع أسعار الفائدة يجب أن تكون عند مستويات برنامج شراء للأصول أقل مما هو عليه حاليا، أو بمعنى آخر مناسب. بمعنى آخر يجب أن يسرع عملية تقليص هذا البرنامج. بالتالي الخفض الذي تم ب 15 مليار في الشهر الماضي لا أعتقد أن يكون كافي، وإنما نتطلع إلى 25 إلى 30 مليار حتى يكون هناك أول إمكانية لرفع أسعار الفائدة قد نشهدها في شهر مايو العام القادم، ورفعتين تاليات خلال نفس العام. الفيدرال الأمريكي ما كان يتجه إليه أو يخشى منه وهو تعطل سلاسل التوريد، أعتقد هذا الأمر لا يحدث حاليا بالشكل الكبير، وبالتالي مستويات التضخم المقلقة والمرتفعة أصبحت الآن ليس سببها هو توقف السلاسل التوريد، وإنما هو فعلا تضخم بنتيجة سياسة تحفيزية أكثر من المطلوب، وبالتالي تشديد السياسة النقدية أو تقليل السياسة التحفيزية هو المطلوب في الفترة القادمة. وبالتالي معطيات اليوم طبعا سوف تسبب قوة في الدولار الأمريكي، وطبعا سوف تؤثر على أداء الدولار الأمريكي، ولكن لا أعتقد أنها تسحب البساط من تحت السياسة التيسيرية، وبالتالي المؤشرات ما بعتقد أنها راح تكون في عندها انخفاضات قوية أو انهيارات. برائد، مؤشر الدولار الأمريكي يبقى قرب أعلى مستوياته منذ حوالي عام ونصف العام، هل من المتوقع أن يرتفع أكثر بعد قرار الفيدرالي مساء هذا اليوم، أم أن الأسواق احتسبت بشكل كامل الخطوة التي سيتخذها الفيدرالي بعد ساعات؟ أعتقد المجال لا يزال مفتوح لبعض الارتفاعات في مؤشر الدولار الأمريكي، والسبب في ذلك يعود إلى ما هو حجم التشديد الذي قد يتبعه الفيدرال الأمريكي في العام القادم، إلى أي مدى يستطيع الفيدرال الأمريكي التوجه نحو رفعات أكثر في أسعار الفائدة، تقليص أكبر في برنامج شراء السندات، خصوصا إذا ما عاد الاقتصاد، لأنه لا تزال مستويات العمل نوعا ما بعيدة عن المستهدفات التي يتطلع إليها الفيدرال الأمريكي، لا يزال النمو كذلك الأمر والتضخم عند مستويات أعلى، بالتالي لديه مقومات أكبر للاستمرار. عملية التسعير تحدث إذا كنا نحن واثقين من القرارات وتم اتخاذ القرارات، إلى الآن لم يتم اتخاذ هذه القرارات ولا نعرف كم هو حجمها بعملية التشديد وما هي سرعة التشديد، وبالتالي ذلك يترك المجال لقوة في الدولار الأمريكي. ولكن نعود ونؤكد، قوة الدولار الأمريكي ممكن أن تضر بالسلع بلا شك، أو يعني وتضغط عليها بالاتجاه الهابط، وقد تضر مؤقتا ببعض العملات المقابلة للدولار الأمريكي، ولكن الأبرز من ذلك أو الأهم من ذلك أن ننظر إلى المؤشرات التي قد لا تفقد بريقها في الفترة القادمة، على الرغم من توجه الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية. لماذا؟ لأنه الأرضية الخصبة للارتفاعات لا تزال موجودة. شكرا جزيلا لك رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب من دبي، شكرا جزيلا لك.